حفلة دايا هي دا متسهر سراه لو سوح قاسمة سلام مركان اي كسو غيب قالين انت بدن جالية دا الصومالية دا كو داقن ودن كا انجريس كا هي وحالو قسو دا ويني حل ديبان كترسن قولها الشعب كا دولة دا فدرال كا اي الصومالية حل ديبان محمد ابو كرعالي جعفر ومال مهان سعودال كوميري قارة دا يوروب جالية دي كسو غيب قال حفلة دا سايا حالا كوا مانا كونبو غادي يحل دي بانك وحقبت كيسي كو آدنا إلا الدقال لنك أرقا حسدا على الشباب لوغا سفياني ودن كالصوماليا حل دي بانك ودن كيسا كهدلي أيا كوا مانا يسكو دوبني دا يدولة جعيلك ومدة صوماليا دا كو داقن قربها اسلام مركان كبوريي اني كا قيب قاتان لدقال لنك ارقا حسد على الشباب لوغو حرين اي ودنك الصوماليا انا عدنا قلسو قيب قشان كولن كان قيمها له يعني قلت لقلنا انا كسو دوينو حلبان محمد ابو كر علي جعفر او كم بدا حلبان هذا قولها شعبك قوقوشان دادك ديگا يعني وافكو هذا كو هاد لايا قبن قابي عشا قوقوشان ديگا وهم هاد علينا يا ومدعا وميشان كوكوسو دوي سي قبيل ماها قوس ماها داد صاحبا ماها مقع صوماليات بل كوكوسو دوي يي مركي للربي او ضعفك ان لغا سارو او وحصو قلالوواي افسيون ميشي دورشادا أنا وحمر بن شوقي نك ور يوسف قلواها أنا حلبان هجامية أبابولة أجاسمة جيسي محمد أبوكر علي جعفر هذا وحرجين إن شاء الله وحلو يمد وخير إن قضايا للسنة ويو وحن سول لويننا ولال كيني محمد أبوكر جعفر مغيسا كوين أراكو هدلايو قدومي هجالية الصوماليات دل كان بريتين أما يوكي وحن ذنك السلام يا مضن يا المروين سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وعكلا عاور ربا إن أنسو دويو جيسيقا برتاح بارود قرح ديو قمع وبريرو مضان جعفر أهلا وسهلا ولكم تو يوكي صومالي نماذا ذي بيكو صبحين وحنكو قولا دردار ميا ويلغا إن أذن صومالي كوينان حلبان واكو سلامينا واكو سودا وينينا وحنادي آدو وفرحتنا دولة آد كتهاي حلبان كاد أتهاي ee u hana qaaday umada Soomaaliyeed cadawgi dilaaga aha oo dhibay inay u bixinto yaagaysu yahale walaal yaalo wad acherbay laba gacmood wax ku qaban karaan in ilaahay u fudaysi dalkaani xasilooni loogu ilaalin lahaa nidaamkiisa shuruucdiisana ay u noqon lahaa kuwa taabagalay si mustaqbalka fog iyo midka dhowa looga faa'iideysto مدن حلبان قدوم يا هوري شرف بيني تاني عاوك على سوق قالوا انا كاين بعد حلبان يا انا نوت ميت ثانك يو فيري ماتش هل كان وحنا كسو دوينينا مدن حلبان جعفر ورنتي ابال بدن كل شعب كسوماليات غارهان مغارة مقدشو حلبان جعفر ميزان كولي هاي ايي كتوسايسا ايدو لا كلا ارتي دوي هاي انا عاو هلكان او ايماناي أنا أتاغن سو دوينتيسا وصاحب وولال كلية حلبان يقدومي هرماهن وقفكي مضنائنا نهالك أسو استاغنو دمانتين وحن لي هاي حلبان جعفر أسو دوو مقالة لندن أنا قد مقالة نواتنا دان حمر كل جوغن نهالك نبان كسو بحني بيسكي نوا هالك وحن كلنا سو دوو بوكر جعفر علي سو دوو ويلكم تو لندن حلبان ان البان وفرحتنا يا عاوة انا ممرتين نوتا هاي سيبنا سنه اي كوسو دويين صومالي ذا دن
waxaan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta aadka u diiran oo aad noo samayseen, haddaad tihiin reer Ingiriiska ama gaar ahaan reer London oo ku mahadsan tihiin soo dhaweyntiina iyo sida sharafta badan leh iyo sida dulqaadka badan leh oo aad samayseen adinkoo howlihiina iyo laga yaabo meelo kale fog inaad ka timaadeen. Soo dhaweyntiina waan kaga mahadcelinaynaa. Waxaan kale onta salaacsiinayaa waddankii markaan wax idinkaga warbixiyo hor dadkii waddanka waxaad moodaaba inay ka soo wadatageen intii waxgalka ahaydo ay dibadaha isugu yimaadeen, laakiin haddana waxaan rajaynaynaa inaad ku soo laabatiin dalkii maadaama hadda dadaallo badan iyo amnigiiyo laga shaqaynayo iyo shabaabkii oo waddanka laga bixinaa dowladnimadiiyo waddo fiican ku socota. Adinka laftirkeena waxaan idin rajaynaa sida hadda wixii ku horreeyay ay wax ahaayeen iyadoo ka fiican oo waddanka barwaaqo yahay oo nabad yahay inaad ku soo laaban doontiin, dadaalkaasna sida hadda u socdo waa sii laba jimbaari doonaa haddii alla idmo. Sharafta aad ku joogtiin dalkan mid ka fiican waxaan rajaynaynaa inaad ku joogtiin. Warbaahinta qaranka, Maryan Gowlel, London.